حول مشهد الانتخابات الأمريكية ينضم إلينا للتحليل من ولاية شيكاغو الأستاذ نمرود سليمان الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ نمرود مساء الخير. مساء النور عليك ولجمهورك. بداية يعني يمكن من خلال مراسلنا في الولايات المتحدة الأمريكية أكد من خلال استطلاع الرأي أنه يكاد هناك فارق بسيط ما بين المرشحين نقطة واحدة، هل هذه النقطة من الممكن أن تتحول في الواقع الفعلي إلى يمكن نقاط كثيرة أو اختلاف الرقم بشكل كبير من خلال السنوات السابقة؟ سيدتي، يعني هذه الانتخابات فريدة ونادرة من نوعها، واستطلاعات الرأي تقريبا كل ساعة أو ساعتين تتغير، ولكن الكل متفق بأن المرشحان أو المرشحين المتنافسين تقريبا نفس الشيء، يعني هن متعادلين إلى درجة كبيرة جدا. هذا لا يعني أنها لا تقع مفاجآت هنا وهناك. على سبيل المثال، ولاية أيوا منذ الستينات إلى هذه اللحظة كانت محسوبة على الجمهوريين، الآن تقول الاستطلاعات بأن هاريس هي 3% من الأصوات، يعني زائد عن بايدن عن ترامب، سيكون لصالحها، وهذا ما سجد. يعني الولايات اللي كانت 7 المتأرجحة الآن أصبحت 8 بانضمام أيوا إلى هذا الموضوع، يعني إلى الولايات المتأرجحة. ولكن هناك مفاجأة، دعيني أقول لك التالي: أحيانا اللي يحسم بشكل مؤكد الانتخابات إن الولايات المتأرجحة، وأصوات الناخبين في هذه الولايات كلها بحدود 27. أضفي إلى ذلك منذ سنة 20 إلى هذه اللحظة عندك 2.5 مليون من الشباب انضموا إلى الانتخابات. لذلك البعض من هؤلاء اللي يقومون بالاستطلاع ربما يسأل الشاب من هؤلاء الشباب لمن تصوت، قد يجوز يقول لترامب، ولكن بالممارسة العملية يمكن يصوت هنا وهناك. ولكن هناك مؤشرات عدة تدل بأن ترامب يعني كأنه خائف أو قلق، والدليل على ذلك هنا بالولايات المتحدة الأمريكية اللجنة الانتخابية تقدم لكل مرشح شيء اسمه تعهد الأخلاقي للانتقال السلمي للسلطة، يعني بمعنى الانتخابات أنت بدك توافق عليها. لم يوافق ترامب على هذا التعهد، بينما كامالا هاريس وافق. أضفي إلى ذلك بلشت المكنة الإعلامية لترامب تروج لما يسمى بالتزوير. دل هذا على شيء يدل مثل ما جرى في عام 2020 أنه إذا لم يتم نجاح ترامب سيقول أن الانتخابات مزيفة وسندخل. طب أستاذ نمرود، في هذه النقطة يمكن هناك إجراء أمني جديد بربط يعني أجهزة الجي بي إس، وهناك أيضا يعني الصورة ستكون مباشرة داخل لجان الانتخابات، يعني هل حضرتك من الممكن أيضا أن يتم اتهام بالتزوير في ظل هذه التقنية الجديدة؟ أنا إذا تسألي عن رأيي، أنا لا يوجد تزوير لا الآن ولا بالفترات السابقة، ولكن أنا أقول لك ماذا يقول ترامب. ترامب يعرف أنه يوجد أجهزة، ترامب يعرف أنه يعني هذه الانتخابات تراقبها كل ولاية لوحدها ضمن الولاية الواحدة، في من الفيدرالية في لجنة هونيك هي بتراقب، وفي عندك قضاء وفي عندك محامين، كل هذا يعني لا يمكن للتزوير. بس هذا الرجل يستخدم هذا السلاح مثل ما استخدمه بالفترة السابقة. لماذا الوحيد بين 46 رئيس الجمهورية هكذا، يعني لأول مرة تحدث هذه المسألة؟ لاحظتي لأول مرة لم يشارك في حفل تنصيب الرئيس السابق بايدن، ولم يشارك، يعني هناك مسائل عدة عند هذا الرجل. لذلك هلا ترامب صحيح انه له قاعده شعبيه، ولكن هذه القاعده الشعبيه اثرت على الحزب الجمهوري بشكل كبير جدا. لذلك بتشوف بعد اعمده الحزب الجمهوري مثل ديك تشيني، مثل جورج بوش الابن، مثل ليزا بنته لديك تشيني، بداوا الان يعملون بقوه شديده منذ اشهر عده لصالح كامالا هاريس، لا حبا فيها وانما خوفا من استلام ترامب، لان استلام ترامب هي محاولات من انشقاقات كبيره بالحزب الجمهوري اللي تاسس بال 1850. يعني هذا الحزب يعني
تقريبا هو لعب دور أساسي في كل الانتخابات وفي تاريخ أمريكا، الآن يتعرض لخطر كبير نتيجة هذه الفلسفة وهذا الفكر الذي جاء به ترامب. لذلك ترامب تحول إلى ظاهرة شعبية مستفيدا من الكنيسة الإنجيلية ومن المسيحيين المتعصبين إلى حد كبير. لذلك أنت إذا بتسمعي خطابه، يعني كل فترة وفترة يتحدث شيء، مما جعل كمالا هارس تزور بعض الكنائس، وهذه العادات وهذه المظاهر لم تكن موجودة بأمريكا. طيب أستاذ مرود، يعني من خلال خبرة حضرتك، يعني هل إذا قام بأعمال عنف أثناء الساعات القادمة ووقت إجراء الانتخابات الأمريكية، هل هذا سيؤثر على من الممكن أن يؤثر على العملية الانتخابية بشكل قانوني؟ سيدتي الكريمة، الحكومة وخاصة وزارة الداخلية استفادت جدا من الهجوم الذي قام به ترامب في عام 20 عندما هاجموا على الكابيتال. لذلك الآن بدأوا يتهيئون، في 3000 شرطي بواشنطن الآن تتحرك بالشوارع، سياج، وضعوا سياج حول البيت الأبيض وسياج آخر حول الكونغرس، اليوم تقول آخر الأخبار، وأيضا حول بيت كامالا هارس. إذن عندما تتهيأ المؤسسات الأمريكية المسؤولة، يمكن سيحدث هناك شغب ولكن لا يؤثر على الانتخابات. ولكن بالفترة السابقة ب2020 لم يكن مهيأ، دون أن ننسى أن الرئيس كان ترامب ولم يدعو الشرطة إلى التدخل. الآن الحاكم هو الحزب الديمقراطي وهم يعرفون تجربة ترامب، بالتالي سيحرصون جدا على منع الشغب، وهذا كثير مفيد. لذلك أنا برأيي لم يحدث، ولكن ربما تتأخر الانتخابات. بالعادة مثلا بكرة مساء الساعة 7 مساء بتوقيت واشنطن ستعلن النتائج إذا كانت طبيعية، ولكن إذا لم تكن طبيعية يمكن هذا التعادل أن تحال إلى المحاكم وتبدأ كما جرت العادة أيام جورج بوش الابن. ولكن الأمور ضابطة جدا هنا بأمريكا، لأن تخندق المجتمع بشكل شاقولي ما بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري وصل إلى حدود قصوى. لذلك الكل تحرك من أجل الحفاظ على الأمن، وهذه الانتخابات إلى ميزة ما فقط تؤثر بالولايات المتحدة الأمريكية، بدأت تؤثر على النطاق العالم. طيب يعني أستاذ نمرود، حضرتك ذكرت بعض الأمور التي من الممكن أن تؤثر على الانتخابات، لكن إذا تحدثنا عن الملفات بقى، يعني في دقائق، ما يتعلق بالهجرة، ما يتعلق بملف الضرائب والقضايا الداخلية التي تهم الداخل الأمريكي، يعني برأي حضرتك من خلال استطلاعات الرأي، أو يعني من في المرشحين قريب جدا من هذه الملفات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ سيدتي هلا نحن إذا نحكي بحيادية، الاقتصاد هو الدور الأساسي. ترامب كثير شاطر بالاقتصاد وقدم بالدليل الملموس على ذلك، ولكن أنت إذا بتلاحظي كمان هارس بدأت خلال اليومين الماضيين تضرب على وتر الاقتصاد ونجحت ونال، وهذا هو سبب تفوقها في أيوا. ثم لا تنسي دور النساء، لأول مرة يتبلور دور النساء وتدخلنا النساء بشكل قوي جدا في الانتخابات، لأنه عملية الإجهاض إلى دور كبير جدا. صح. دون أن تنسي الشباب اللي قلت لك اللي انضموا إلى 2.5، هدول جايين من بيئة تكنولوجية، هدول أولاد التطور العلمي التكنولوجي، يعني لا يبالون بفلسفة ترامب أو هارس، يعني هدول لديهم آراء خاصة. يعني عندما هذا الشاب يسمع من رئيس أمريكي إذا لم أنجح ستتحول أمريكا إلى حرب أهلية، وعندما يقول إن الانتخابات مزورة، وهذا الشاب يعرف ماذا يجري بأمريكا، إلى درجة 150 ألف شاب من هؤلاء تطوعوا لصالح كامالا هارس، ليس حبا فيها وإنما يخافون من ترامب كثيرا. لذلك تقريبا الكل متفق، وليس انتخاب ما بين مين أحسن من هالمرشحين، بينما هو الاختيار من هو أقل سوءا. دون أن تنسي أن هؤلاء الشباب إضافة إلى النساء يتمنون
أن تكون أول مرة بتاريخ أمريكا امرأة رئيسة صحيح، لأمريكا، وهذا يهمهم جدا وإلى حد كبير. مع اختلاف الظروف أيضا يختلف الرأي العام. أنا بشكرك، شكرا نعم جزيلا، نعم نعم شكرا جزيلا. من ولاية شيكاغو الأستاذ نمرود سليمان، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا.